السلام عليكم اصدقائي، اليوم راح اسوي لكم اربع انواع مقبلات الطعم غير شكل، وسر المطاعم راح اعطيكم اياه بحيث من تاكلوها تقولون هاي ايش حاطينها. فاليوم راح تعرفوه بهذا الفيديو، وهذا الفيديو برعايه ايضا زيت زيتون منتجات ليوبارت، فخليكم ويانا. اول نوع راح نبلش به اللي هي مقبلات او سلطه الزيتون الحلبي. راح نحتاج زيتون اخضر انقطع بهذا الشكل او تشتروه مقطع جاهز من السوبر ماركت. واكو نوعيتين، اكو حامض واكو مر. بالنسبه لنا انا استعمل حامض. حلو، وهسه راح نحتاج نجيب خياره نشرحها بهذا الشكل، اهم شيء شرائح رفيعه، وبعدين بالطول ايضا رفيعه. ايش قد ما بيكم تنعموا الخيار الثرمو نعموا، لان هي هاي تتميز بالخيار الناعم مالتها للسلطه، وهذا اريده بهذا الشكل. زين، هسه نشيل على صفحه نجي على الجزر. بالنسبه للجزر نفس الخيار اسويه بالضبط، اذا قدرتوا تسووه مثلي بهاي الطريقه سووه، واذا ما قدرتوا برشوا للجزر ماكو اي اشكال. انا شفتوا شلون اسوي ناعم كلش، اهم شيء حتى من اثر ما يطلع عندي مكعبات صغار ناعمه. خلصنا من عنده نشيله على صفحه. عندنا هنا زيت زيتون متوفر بثلاث احجام، اللتر واللترين وثلاث لترات، طبعا خالي من المواد الحافظه وخالي من الكوليسترول، صحي 100% وبنفس الوقت موجود تونسي والسوري من شركه ليوبارت. هسه نرجع نسوي السلطه مالتنا نكملها. راح نجيب هنا الزيتون والجزر والخيار، نضيف لها كاتشب، طبعا المكونات راح تلقوها بصندوق الوصف موجوده كلها، كميه قليله من الكاتشب بس هاي النهايه مالتها الشعبيه خلينا نقول. بالاضافه الى هنا عندي دبس الرمان، لان شنو حيعطي طعم غير شكل. نضيف لها شطه حاره شويه حسب الرغبه، وبالاضافه الى خل التفاح، مو خل ابيض، خل تفاح يطلع اطيب بي. نضيف الملح حسب الرغبه، وهنا نجيب الكمون نضيف ملعقة واحدة، وبالإضافة إلى بهار البابريكا اللي هو الفلفل الأحمر البارد. زين، هسه نخلطها خلطة من هاي الزينة. نسيت أحط لها زيت زيتون، زيت زيتون نطيها لمعة كلش حلوة ونكهة طيب بنفس الوقت. خلصت سلطة الزيتون، هسه خليها على صفحة. تعالوا نسوي النوع الثاني اللي هو التفاحية. التفاحية كلش طيبة، معروفة عندنا بالعراق. نجيب تفاح نقشره ونقطعه بهذا الشكل مثل ما تشوفون، وبعدين على شكل مثلثات وسط. هسه نشيله على صفحه، نجي هنا نسوي البرتقاله، نقشرها لازم حصرا بالسكين على مود ما يبقى الابيض مالتها. وهسه ناخذ الفيليه مال البرتقال، عبالكم الفيليه بس باللحم، لا البرتقال هم بفيليه اللي هي هاي. شوفوا شلون بالسكينه من اسويها، اخذ بس اللب مالتها. طبعا واذا ما تقدرون هاي الطريقه تسووها ثرموها كلها وحطوها. زين، قطعها بهذا الشكل، شوف شلون، ونخلص البرتقال نشيله على صفحه. هسه نجيب هنا الجزر مالتنا ونبرشه على الخشن، والنهايه ما جزر ناكله حتى ما نعور ايدينا، اوكي؟ لان هاي تجرح. هسه نشيل الجزر على صفحه، خلصنا من عنده، نبلش نسوي الصلصه مال التفاحيه اللي هي قليل ناس يعرفوها. راح نحتاج مايونيز طبعا. وهسه راح نحتاج هذا السر مالت اصدقائي اللي هو البرتقال، عصير برتقال الباودر اللي يجي هاي الاكياس، عرفتوا شلون؟ نجيب هنا ملح نضيف لها حتى يصير شنو حامض حلو، واكيد عصير حامض الليمون او ليمون فريش انتم بكيفكم. نحط من عنده خاشوكتين الليمون ونحركها، نخلطها لحد ما يذوب السكر والملح اللي حطيناه حتى تعطينا ملمس حلو. زين، هسه نجيب التفاح مالتنا والبرتقال وبالاضافه الى الجزر ونخلطها خلطه من هاي الزينه، صارت جاهزه عندنا، خلصت. تعالوا هسه نسوي سلطه اللهانه الحمراء. هاي سلطه اللهانه بالعراق نسويها بطعم مميز جدا. نقطع اللهانه بهذا الشكل وبعدين نقطعها على شرائح رفيعه، اذا ما تقدرون تقطعوها شرائح رفيعه بالست البيت اللي هي محضرة الطعام تقدرون تسووها ترموها بهذا الشكل مثل ما تشوفون ناعمة كلش. ترمناها وخلصنا نشيلها على صفحة، صار عندنا جاهزة. تعالوا هسه نحضر مكوناتنا. عندنا اللهانة نحطها هنا نضيفها بمالتنا الطاسة، وراح نجيب هنا زعتر أحمر. هذا الزعتر كلش طيب بالمكسرات، يصير موجود بالعراق متوفر. راح نحط من عدة خاشوكتين، طبعا اكو زعتر احمر وزعتر اخضر، انا استعمل احمر. نحط زيت الزيتون هنا عليها اربع ملاعق اكل،
أنا راح نجيب الخل الأبيض مالتنا نستخدمه، واحدة اثنين ثلاثة، والباقي تبقى تذوقون حسب الرغبة، وبالإضافة إلى الملح راح نخليه. زين هسه نلبس شيف ونمردها مرد لحد ما تذبل، لازم شيف تلبسون لأن راح يصير إيديكم بها لون إذا من دون شيف. تذبل عندنا بهذا الشكل، صارت جاهزة، نخليها على صفحة، خلصت. هسه تعالوا نسوي الحمص بطحينة. الكل السهلة، راح نستخدم حمص معلبات. إذا تريدون تستخدمون حمص عادي وتسلقوه أيضا يصير، بس هذه طريقة واحد عن هذا. زين نغسل الحمص، نكمل نجيب هنا ست البيت حصل نستخدم هاي السكينة مال الخلاط. ترى خلاط العصير ما يصير يحترق وياكم لأن الحمص ثقيل. نحط الحمص هنا بيها ونحط المكونات كلها. راح استخدم عصير حامض الليمون، هاي وحدة وهاي اثنين وثلاثة وأربعة، أربعة خواشيق مالكل. نجيب هنا زيت الزيتون، طبعا هاي النوعية حلو، أكو نوعية مر ما أنصحكم به لا تستخدموه اللي راح يخرب الحمص والطحينة مالتكم، طبعا متوفر بكل أنحاء العراق هذا زيت الزيتون. زين هسا نضيف مي، بقيت كمية الزيت اللي حطيناها نضيف له مي. حلو، نجيب هنا لبن اللي هو اليوغورت، نحط وحدة وهاي اثنين. حلو هسا نجيب سنين من الثوم وراح نسويها بهاي البريس، نعصرها بهذا الشكل او تثرموها بالسكينة وتحطوها، ونضيف الملح هنا عندنا حسب الرغبة، وبالاضافة للفلفل الابيض ايضا. وهسه راح نضيف الكمون، الكمون لازم يكون اكثر شيء بيها، ليش؟ لان الكمون يعطي نكهة كلش طيبة الحمص بطحينة. نضيف هنا ملح الليمون اللي هو الليمون دوزي، وهنا عندنا هسه نسده، بس قبل نسده دير بالكم وتحطوا الراشي، لان الراشي ما راح تنهرس وياكم وتصير ملمسه كريمي، لان الراشي يثقله للحمص. اوكي اخير شيء لازم نحط الراشي. هسه ان شاء الله هنا بالماكينه نخلطه خلطه من هاي الزينه، بحيث يشوفوا شلون من يصير تشوفوه ملمس كريمي صار، بذاك الوقت تطفون. هسه نحط الراشي، الراشي اللي هو الطحينيه، والكميه اللي راح احطها الراشي هو كوب، وتبقى حسب الذوق انتم تذوقوه بعد تتحكمون به. اوكي زين، وان شاء الله الخلاط ضروري وتديرون الراشي هو مشتغل يكون. زين هسه كملنا وصار عندنا ملمسه، شوفوا شلون بهذا الشكل، لا خفيفه ولا ثخينه، بهذا الشكل يصير حمص بطحينه. زين هسه كملناها، شيلها على صفحه وشوفوا شلونها في الوجه الابتسامه الحلوه. زين هسه انا عندي خيار وعدي الفلفل والجزر والطماطه ما التزيين، حتى نركب الطبق مالتنا. شوفوا ذني عندي اربع انواع مقسم، هو اصلا مال المقبلات هذا. نحط الحمص ونحط الزيتون بهذا الشكل، نحط اللهانه، وبالاضافه الى التفاحيه والزينه مالتنا، نحط الطماطه والخيار بالاطراف نخليه. وهسه عندنا الجزر والفلفل الوان بهذا الشكل، وزيت الزيتون وجه الحمص، وشوفوا لي شكله شلونه رهيب رهيب دباع. ويلي يابا اشتهيت والله المقبلات. وهسه اصدقائي راح نجي نذوق هنا المقبلات مالتنا قعي، ويلي يابا غير شكل. تعالوا خلينا نذوق الحمص بطحينه، ماكو واحد ما يحب الحمص بطحينه، بس لا انتم ما تحبوها، بس لك واحد بينا يتابعنا ما يحب الحمص بطحينه، انصحك اذا سويتها على طريقتي والله راح تحبها، لان غير شكل ولا بالمقبلات ترى معروف. شاهدت لي مطاعم بغداد بالمقبلات ترى. يلا هسه خلينا نضوي، نقول بسم الله. هذا الحمص بطحينه، ويلي يابا ويلي ويلي ويلي، يعني طعم شو اقول لكم، الله عليكم. من تذوقوا غمضوا شويه وحسوا بهاي النكهات اللي قاعد تجيكم، طبعا اذا سويتوا مثل طريقتي. غير شكل والله، رهيبه رهيبه. هسه تعالوا خلينا نذوق الزيتونيه، الزيتون حلبي، ها احنا نسهل بالعراق طبعا مطعم برا زيتون حلبي. يلا نقول بسم الله. ويلي يابي، حامض حلو على الحرارة، الشطة اللي حطيناها والدبس رمان والكاتشب، ويلي يابا. لا لا هاي رهيبة رهيبة، انصحكم تسوون زيتون حلبي. زين هسه تعالوا نذوق اللهانة الحمراء،
لا انا الحمراء خلنا نذوق، لان هاي كلش كلش طيبه. طبعا نور زوجتي تموت عليها. يلا نقول بسم الله. اويلي يابا اويلي. طبعا انا من ابوك اغمض، ليش اغمض؟ حتى احس هيك الطعم النكهات تجيني وحده وحده. اويلي يابا انصحكم من تذوقوها غمضوا شويه وذوقوها، لين راح تحسون بكل نكهه حطيتوها. رهيبه رهيبه رهيبه. طعم الزعتر، الزعتر الاحمر هذا طعمه غير شكل. انا عندي الزعتر الاحمر هذا من الاخضر، انصحكم تجربوه يعني. زين هسه نذوق التفاحيه. تفاحيه اموت عليها. يلا نقول بسم الله. تفاح عيني ويا جزر ويلي يابا. هاي اول ما تذوقوها راح تضحكون تبتسمون من كثر ما طيبه. حامض حلو، رهيب رهيبه رهيبه، انصحكم تجربوها اصدقائي، كلش طيبه. ولهنا اصدقائي خلص حلقتنا هذا اليوم. واذا تريدون مقبلات بعد اكثر عندي، بس كتبوا مقبلات من شيف سنان العبيدي ان كان بالفيسبوك او اليوتيوب. واتمنى عندكم تسوون شير لكل العالم حتى الكل تستفاد. وايضا نشكر منتجات ليوبارد على زيت الزيتون، ما شاء الله عليهم طعمه رهيب غير شكل. ولمحبين اللغه الانجليزيه عندي قناه فتحتها باللغه الانجليزيه اسمها شيف سنان انجلش، اللي يريدون يشوفون محتوى انجليزي اكيد راح الحلقه تترجم للغه الانجليزيه. شكرا لكم، تحياتي شيف سنان العبيدي، مع الف سلامه، ولا تنسى الاشتراك بالقناه واللايك.